أقوى تمرينين ممكن تلعبهم في البيت إذا أديتهم بشكل صحيح. ما أبغاك أنت نازل تميل ظهرك أو يكون في انحناء بالظهر، حتحط أوزان تحت رجلك عشان يزيد المدى الحركي بالنزول. يا هلا والله فيكم في اليوم الثالث من برنامج أقوى بالبيت أو تحدي 90 يوم. اليوم حيكون معانا تمارين اليوم الثالث اللي هي حتكون تمارين الجزء السفلي أو تمارين الأرجل. التمارين اليوم حتحتاج مننا تركيز عالي لأنه لازم نتأكد أنه قاعدين نأديها بطريقة صحيحة عشان نقدر نتدرج فيها بالأوزان ونتحسن في المستوى ونتحسن بالشكل. تذكروا خلال 12 أسبوع الجاية أنه أنت تقدر تشارك تقدمك معايا وكيف قاعد تعبي الجدول تبعك 12 أسبوع وكيف قاعد تأدي التمارين على قناتي على الانستغرام عشان أشارك الفيديوهات وأشارك تقدمك وأنت تتحمس وتحمس الناس الباقيين أنهم ينضموا لك بال 12 أسبوع هذه. قبل ما نبدأ بتمرين اليوم الثالث لا تنسى تعطيني لايك وتشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات ويلا نبدأ مع بعض. التمرين الأول معنا لليوم حيكون الجوبلت سكوات وحيعتبر تمرين أساسي للأرجل وللجزء السفلي. للتذكير فقط تأكد أنك تتابع مع شدة التمارين اللي أنا محدد لك إياها بخطة أقوى بالبيت وبالجدول اللي حملته. إذا ما حملته رابط تلقاه بالأسفل. على سبيل المثال أول أسبوع حيكون شدة الجلسة 8 فحتتمرن إلى قبل الفشل العضلي بعدتين، فاختار وزن مناسب مع العدات والجلسات المحددة لك. تمرين الجوبلت سكوات حتفتح رجلك، طبعا كل شخص حيكون موضع رجل عنده مختلف ولكن قاعدة عامة للجميع انك تفتح رجولك على مستوى كتفك او اوسع منه بشويش. تأكد انه اطراف اصابعك متجهة للخارج، لا تخليها لجوة. السبب انه لما توجه أطراف أصابعك للخارج حيكون في عندك تفعيل أفضل للمؤخرة وحتكون أقوى خلال الرفعة. حتمسك الدامبل بالطريقة هذه عشان يكون ثابت وحتثبته تقريبا على صدرك، وخلال الأداء أبغاك تسحب نفس وتشد بطنك، تفعل عضلات الكور. ما أبغى عضلات الكور عندك مفلوتة كذا وتقعد تدخل ألم على أسفل الظهر عندك، لا، أبغى عضلات الكور عندك تكون متفعلة وكمان عضلات الظهر تكون داعمة لك خلال النزول. فحتاخذ نفس، حتفعل عضلات الكور، حتنزل بشويش بعدين حتطلع. تأكد انك تخلي ظهرك مستقيم. ما ابغاك انت نازل تميل ظهرك او يكون في انحناء بالظهر. تاخذ نفس، حتنزل، تخلي ظهرك مستقيم، الضغط كامل على عضلات الافخاذ، تطلع. تمام؟ في بعض الناس ممكن خصوصا اذا كنت مبتدئ حيكون صعب عليك تلعب الجوبلت سكوات على طول، فبالتالي انت حتلعب سكوات عادي بوزن الجسم، تنزل تطلع من الجنب، تنزل تطلع، تنزل تطلع، وحتسجل العدات اللي قدرت تجيبها وتكتبها عندك، واكتب بالملاحظات في الجدول انه انت قاعد تلعب سكوات بدون وزن. وبعدين بعد 3 أسابيع بعد 4 أسابيع حاول انك تتطور وتضيف الوزن وتلعب فيه. التمرين الثاني حيكون الرومانيان ديدليفت. الرومانيان ديدليفت من اقوى التمارين للافخاذ الخلفية وللمؤخرة اذا قدرت تلعبه بشكل صحيح. الرومانيان ديدليفت تتأكد انت ونازل تشيل الوزن ما يكون ظهرك مايل، انزل واسحب الرفعة الاولى بعضلات الرجل عندك. طبعا رومانيان ديدليفت حيكون قريب من الوقفة تبع السكوات تبعك او ممكن تضيقها شوية. نفس الخطوات، حتاخذ نفس وحيكون عندك عضلات الكور متفعلة وعضلات الظهر شغالة معاك. حاول انك فكر انك تبى تطعج البار، فبالتالي تفعل عضلات الظهر عشان تدعمك. فبالتالي لما تنزل فكر انك تبى تدفع المؤخرة للخلف، فانت برومانيان ديدليفت ما تبغى تنزل ظهرك، انت ظهرك ثابت طول الوقت وبترجع بعضلات المؤخرة، فهنا تبدأ بتحس بتفعيل عضلات الأفخاذ الخلفية وعضلات المؤخرة، بعدين تطلع تنزل تطلع. حاول البار يبقى قريب من جسمك، لا تخلي البار قدام. لما يصير البار قدام وين حيجي الضغط على
اسفل الظهر واحنا ما نبغى الشيء هذا تمام. فخلي البار قريب من جسمك كانك قاعد تحكه برجلك للبار. بعدين اطلع. الجوبلت سكوات والرومانيان ديد ليفت اقوى تمرينين ممكن تلعبهم في البيت اذا اديتهم بشكل صحيح. المفروض ما يجيك الم باسفل الظهر وانت قاعد تلعب رومانيان ديد ليفت، المفروض ما يجيك الم وانت قاعد تلعب السكوات. فاذا قاعد يجيك الم خفف الاوزان وتاكد انه التكنيك تبعك صحيح. الان التمرين الثالث حيكون لانجز اللي كلكم تكرهوه حتى انا، ولكنه تمرين مهم واساسي لعضلات الارجل. نفس الحاجه لما تكلمنا على السكوات، إذا تحس إنه ما حتقدر تلعب اللانجز بوزن أو إنه لسه ما عندك القوة أو الثبات إنك تلعبه بوزن، تقدر تلعبه بدون وزن وتكتب بالملاحظات إنك لعبته بدون وزن وتشوف إيش تحتاج تطور بالتكنيك وكم العدات اللي قدرت تجيبها عشان تطورها أسبوع بعد أسبوع. وهذه ميزة البرنامج هذا، إنه حيعلمك كيف تتطور أنت. فالبرنامج ما هو عام، حيكون خاص لك أنت على حسب تقدمك وعلى حسب مستواك الحالي عشان تتطور فيه. اللانجز حتثبت رجل قدامك تمام، في رجل الثانية ورا حتنزل. طبعا حاول تخلي جسمك مستقيم. حنجيب العدات اللي مطلوبة 9 10 مثلا، بعدين حنغير الرجل وحنجيب فيها العدات. ملاحظة دائما أشوفها، أغلب الناس لما يلعب لانجز يخلي ظهره كذا تمام، فبالتالي في ضغط كبير هنا وما في تفعيل جيد لعضلات الأفخاذ لعضلات الأرجل. خلي بطنك مشدود، بعدين خلال النزول خلي التفعيل كامل على عضلات الأفخاذ. ليش اخترنا اللانجز الثابت مو الخطوات؟ لأنه الثابت حيكون مناسب أكثر لك في البيت، ما حيكون عندك مساحة تاخذ خطوات مثلا وتمشي فيها، فبالتالي حتلعب كل رجل لحالها وبعد ما تنتهي حتسجل الوزن تبعك وحتسجل العداد اللي شلتها عشان تحاول تتدرج فيها بالشدة أسبوع بعد أسبوع. طيب التمرين الجاي حيكون الهيب ثرست، حيكون تركيزه على المؤخرة. المؤخرة عضلة مهمة جدا وأغلب الناس يهملها، هي تعتبر من الأساس تبع جسمك، فإذا المؤخرة ضعيفة كامل جسمك حيكون ضعيف. الهيب ثرست كمان يساعد بتفعيل الأفخاذ الخلفية بشكل ثانوي، فحيكون تمرين متكامل جدا. حنستخدم البار الطويل، ولكن عشان ما يسبب لنا آلام هنا تقدر تستخدم منشفة، أو بعض الناس يكون عندهم الفوم اللي تلفه حوله فحيكون مناسب أكثر. لا تلعبه بدون ما تلف عليه حاجة لأنه الباربل حيأذيك بهذه المنطقة. تأكد أنه البنش اللي وراك تثبته على الجدار عشان ما يتزحلق، أو تقدر تستخدم كنبة إذا عندك كنبة وحيكون الموضوع مريح أكثر بالنسبة لك. فحتثبت أعلى الظهر على البنش، حترجع رجلك هنا تمام، حتخلي رجلك قريبة شوية، حتاخذ نفس، تشد على عضلات البطن، بعدين تطلع تنزل تطلع. إذا تحس إنه صعب عليك بالبار الطويل أو تحس إنه صعب عليك بالبار الطويل، تقدر تستخدم الدامبل يكون هنا تمام، يصير فيه نفس الحركة. وآخر تمرين حيكون معانا لليوم هو seated calf raises أو تمرين البطات مع الجلوس. أول حاجة حتسويها حتحط أوزان تحت رجلك عشان يزيد المدى الحركي بالنزول. اختار وزن مناسب لك ومع الوقت تقدر تتدرج فيه وتزيد فيه مع تقدمك بالمستوى. فحتحط أطراف أصابعك على طرف الوزن وحتثبت الوزن هنا وحتطلع تثبت 1 2 تنزل شويش تطلع تثبت 1 2. الثبات فوق هو اللي حيكون الأساس عندك. إذا تقدر ترفع رجولك بشكل أعلى، يعني تحط وزن ثاني فوقه ويكون ثابت، حيكون أفضل بالنسبة لك، لأنه كل ما نزلت بمدى حركي كامل كل ما كان أفضل لعضلاتك. فحيعتمد على الأدوات المتوفرة عندك إذا حتقدر ترفع رجلك أعلى من المستوى اللي احنا رافعينه الآن. إذا نكون انتهينا من اليوم الثالث من برنامج أقوى بالبيت المجاني، أقوى برنامج مبني على أسس علمية يساعدك تتطور بشكل صحيح. إذا عجبتك ملابس اليوم تقدر تشتري زيها عن طريق متجر راينو وتستخدم كود الخصم الخاص فيك YT10، تلقى رابط تحت في الوصف إذا حاب تتسوق. قبل ما تطلع من الفيديو لا تنسى تعطي
اعطيني لايك، اللايك يدعم قناتي ويدعم البرنامج هذا عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس ويستفيدوا منه. ولا تنسى الاشتراك بالقناة عشان تشوف الفيديوهات الجاية وتفعل جرس التنبيهات. أشوفك باليوم الرابع.